السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الجوزاء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. وبعد القراءة هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا برج الجوزاء. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف ونشوف توقعات برج الجوزاء. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. يا برج الجوزاء، ربنا هيفك الكرب اللي في حياتك، ربنا هيفك لك الكرب اللي في حياتك مع الباب الجديد اللي انت هتفتحه والسكة اللي انت هتمشي فيها. شايف بسم الله الكاشف، شايف عندك خلال الأيام اللي داية، شايف إن هيكون لقاء حلو، يعني اللقاء ده هيكون في حد جديد في حياتك، لأن شايف هتستعيد أمورك، شايف أمور المادية هتتفتح قدامك، شايف كذا مجال هتدخل فيه، أو شايف بتخبط على كذا مجال لأنها هتدخل في كذا مجال وفيها فرحة ليك إن شاء الله. شايف هنا في حاجة هتكون من نصيبك، في حاجة كويسة، هدية قيمة أو حاجة قيمة هتكون من نصيبك، لأن أنا شايفك هتكون فرحان ومبسوط من هذا الهدية أو الحاشية القيمة. أنا شايف هنا في أحلام كتيرة عندك يا برج الجوزاء بتتردد، لأن شايفك هنا أحلامك كتيرة إن شاء الله، كل أحلامك راح تتحقق بإذن الله تعالى. بس فضلا صلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف، انا شايف في حد هيكون من نصيبك بتحبه، حابب انك تستبعد، بس في عراقيل قدامك بسيطه، عراقيل بسيطه قدامك ان شاء الله هتعدي منها، وكل اللي مشاكل او الالحادات دي هتعدي منها، لان انا شايفك بتحب حد وان شاء الله يحصل ارتباط او زواج باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. حاول تخلص من الطاقه اللي عندك يا برج الجوزاء، حاول تخلص من الطاقه اللي عندك، وبلاش الدموع اللي بتنزل على الناس اللي ما تستاهلش، بلاش دموعك، بلاش زعلك، مش كل الناس اللي تستاهل زعلك او تستاهل دموعك او تستاهل طيبة قلبك، لان شايف دموعك في عينك، كمية الحزن اللي انت بتمر بيه، كمية الحزن اللي جوا قلبك، بلاش الزعل اللي انت فيه او الضيقة او الخنقة او الحيرة اللي ان شاء الله راح تخرج من الحيرة ومن التفكير اللي انت فيها، هتخرج باذن الله الى النور ان شاء الله. انا شايف ان انت ظلمت يا برج الجوزاء، ظلمت من ناس، ان انت كنت بتشتغل او بتتحدث او بتعامل الناس دي من قلبك، وانت قلبك طيب، قلبك صافي، قلبك بتحب الخير للناس كلها، بس انت مشكلك انك كنت بتعامل الناس دي من قلبك، من طيبة قلبك، فبتديهم الامان وبتاخد قرارات من قلبك، وده غلط. تعبك، الناس غدرت بيك، والناس افتكرتك انك طيب او افتكرتك انك اشياء تانية، كل الناس خطط يعني تفكير غلط فيها، ان انت غلبان، ان انت عبيط، او ان انت كذا، حابين يضحكوا عليك فغدروا بيك، لكن انت قلبك طيب، عطيتهم الامان واعطيتهم وساعدتهم، لكن الناس غدروا. بسم الله الكاشف، انا شايف ان انت هتاخد حقك، هتاخد حقك الايام اللي جايه، العدالة الإلهية لن تتركك، العدالة الإلهية لن تتركك، هتأخذ حقك بإذن الله تعالى، حقك رادع الأيام اللي داية، إن شايف في بشرى حلوة، فيها بشرى، فيها فرحة، إن شايفك مبتسم وفرحان بإذن الله، شايف فيها بشرى وفرحة. أنا شايف هنا برض الجوزاء، شايف في حد بيراقبك، شايف عليك مراقبة، في حد بيراقبك، عليك مراقبة. وخطين عيونهم عليك، خطين عيونهم عليك بطريقة رهيبة، خطين عينهم عليك. أنا شايف هنا في حد غدر بيك وسابك، غدر بيك وسابك من غير أي حاجة، سابك من غير ما تحصل مشاكل أو تحصل حاجة، غدر بيك وسابك في طريق لوحدك وأنت مشيت فاشي في الطريق ده. شايفك ان انت يعني هو انت زعلان على الفراق، شايفك حزين، لكن ان شاء الله ربنا يعوضك الاحسن منه، الاحسن منه. انا شايف برضه هنا
في انت بتجهز بتشتري حاجة، شايفك بتجهز نفسك بتشتري بيت او تشتري سيارة او بتشتري ارض، لان شايفك بتجهز المال لانك رايح تشتري حاجة او عايز تشتري بيت او تشتري سكن او تنقل من المكان اللي انت فيه. بسم الله الكاشف، حواليك ناس يا بورت الجوزاء مش كويسين في الحتة اللي انت قاعد فيها او البلد اللي انت قاعد فيها، فانت حابب تنعزل، شايفك حابب تنقل تاخذ خطوة تشتري منزل او تشتري شقة تبعد عن الناس دي، لان الناس اللي حواليك دي مؤذية مؤذية، فانت حابب تنقل او تكون لوحدك انت والشريك، او حابب تنتقل من مكان لمكان ان شاء الله راح تنعزل عن الناس دي المؤذية وتاخذ مسكن يكون في صالحك ان شاء الله. في ايام حلوة او حدات كثيرة تحصل في حياتك حلوة حلوة، في حاجات حلوة تحصل عندك إن شاء الله، بس حاول تخلص من المشكلة اللي عندك، هي العراقيل، هي التعب، هي الخنقة، هي الضيق، فحاول تخلص من العراقيل دي، حاول تخلص منها، من كتر التفكير دايبالك الطاقات السلبية، دايبالك التعب، لأن أنا شايفك جسمك همدان ودايب شايف تعب دسمك همدان وتفكير سيء وتفكير بالأبواب المغلقة، وشايف إن أنت يعني همدان وتعبان جدا والألم، فحاول تخلص من هذا الطاقة السلبية اللي عندك، خلي بالك على صحتك وعلى نفسك لأن محدش هينفعك، والحاجة اللي أنت عايز تشتريها تشتريها ما تزعلش ما تزعلش، الحاجة اللي أنت هتشتريها عايز تشتريها تشتريها، واللي عايز تجيبه لو مكتوب لك إنك هتجيبه هتجيبه بإذن الله تعالى، وسيبك من الناس ما ترميش ودنك على الناس، وخليك في علاقة وحدة، خليك مع شريك واحد، يا برج الجوزاء خليك في علاقة وحدة، كي ربنا يتمم هذا العلاقة لزواج أو ارتباط أو هكذا، أو المتزوجين فبلاش علاقات أخرى أو علاقة ثالثة عشان ما تبهدلش روحك أو تدخل روحك مع الشريك في طرق خاطئة. بسم الله الكاشف، فضلا وليس أمرا أحبابي فلا تدعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، أنا شايف أنت ذواق كلام كثير، دوك كلام عايز تعبر عنه، ما عايز تحكي مع حد، عايز تدي حد اللي في سرك، عايز تشوف حد يكون ثقة أو محل الثقة تتحدث معاه أو تقول له اللي في قلبك، شايف برضو إن عندك صدمات في قلبك مريت بيه، مريت بصدمات، شايف إن أنت زعلان مصدوم، محدش يستحمل اللي أنت استحملته، لكن برضو كده دوك خير للناس. دوخ خير، حاسس ان الفرح اتأخر عليه، حاسس ان البيبان مقفلة في وشك، وحاسس ان الطاقة السلبية مسيطرة عليك، حاسس ان في حد أذيك بسحر، حاسس بكازي، ان شاء الله راح تخلص من الظلمة الى النور، راح تخرج من هذا الطاقات بإذن الله تعالى، هتخرج نفسك من الحالة السيئة اللي انت فيها، من الحالة التعب راح تخرج منها، هتخرج منها بإذن الله تعالى. انا شايف منكم هنا في انت مستني مال، انت مستني مال او مستني حاجه مستنيها فيها راح تاتيك، مستني ورث او مستني مال في راح ديلك باذن الله تعالى هياتيك، ردع لك حقك ان شاء الله. شايف هنا في تخلص اوراق من جهه حكوميه، نقول مكافاه او ورث او حاجه في المحاكم فيها براءة أو فيها صلح أو فيها ردو حق أو فيها حاجة ليك، لأن أنا شايفك مبسوط ومبتسم، في حاجة في الجهة الحكومية أوراق هتخلصها إن شاء الله. بسم الله الكاشف، أنا شايفك برضو إن أنت اديت كثير لناس كثيرة، اديت، فأنا شايف حقك رادع، حقك رادع، لأنك أنت اديت بقلب صافي، اديت بنية صادقة، لكن الناس دي ما تستاهلش ان انت تديها، ما تستاهلش ان انت تديها، فانت اعطيت لوجه الله، فانتظر باذن الله تعالى هيرد عليك بالخير اكتر، مع انه الناس دي ما تستاهلش، لكن انت اعطيت لوجه الله فهيرد عليك بالخير وبالسعادة ان شاء الله، وهتحصد اللي زرعته. بسم الله الكاشف، بس هنا شايف في كره، في ناس مش كويسة، مش بتحب لك الخيار، بتحب تأخذ منك أي حدا حلوة،
مش مرتاح في أرض بيتك، تعبان مش مرتاح، مش كل الناس اللي بتحبك. إن شاء الله يرد عليهم حسدهم، يرد عليهم العين الحاسدة، ترد عليهم بإذن الله تعالى. اللهم رد كل حسد إلى صاحبه، إن شاء الله ترد عليهم هذا العين اللي صابتك، ترد عليهم حسدهم بإذن الله تعالى، ويذوق التعب اللي دقته. أنا شايف هنا في شخص هتقابله أو شخص هتشوفه، شخص هتشوفه قريب، هيشوف في كلام هيكون بينكم وبينه، شايف هيكون في حب، شايف هيكون في لهفة، شايف هيكون في اشتياق. بس في شايف هنا في حد واقف لك أو حاجة واقفة قدامكم وبين الشخص ده. بس أنا شايف هتقابله، هيكون في لقاء، هتعدي الخطوة اللي قدامكم وهيكون في لقاء، وإن شاء الله هيكون فيها فرحة وسعادة ليك، مع إنه في ناس واقفة لك في هدفك، واقفة لك في حلمك، لكن إن شاء الله تعدي خطوة الناس دي وهتكون توصل لهدفك بإذن الله. أنا شايف برضه هنا في مال دايلك، ممكن نقول تركية أو مقدم على وظيفة، او مقدم على وظيفة ان في مال ديلك ربح من الشغل او العمل او وظيفة ديالك، او في حاجة ديالك من ورا العمل، ورا كفاحك ديلك من وراها رزق، ديلك من وراها مال. ان شاء الله تكون وظيفة او عمل يزيد راتبك ان شاء الله، ان ربك معاك فما تخافش، ربك معاك وهيقف معاك وهيساعدك بإذن الله تعالى، وهيطلعك من الخذلان اللي انت فيه والصدمات والتعب والضيق، ان شاء الله يخرجك الى النور. شايف هنا في باب هينفتح قدامك، الباب ده فيه خير وفيه السعادة، شايف الباب ده اللي هينفتح فيه الخير وفيه السعادة ليك ان شاء الله. شايف هتبقى فرحان في هذا الطريق، هتمشي في الطريق بإذن الله تعالى، تفتح الباب وهتدخل وهتمشي في الطريق وفيها خير إن شاء الله ليك، لأن شايف فيها نور، فيها فرحة ليك بإذن الله تعالى. شايف أنت برج الجوزاء روحانيتك عالية، بتشعر بالأشياء قبل ما تحصل، عندك إحساس مليح، روحانيتك كويسة، عندك تخاطر، عندك رؤيات منامية بتتحقق معاك، حاول تحافظ على هذا الطاقة النورانية أو الروحانية اللي عندك بذكر الله. حافظ عليها بذكر الله، بيا الاستغفار، بيا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بلاش الوسوسة أو الحيرة اللي في عقلك، وبلاش الغيرة وبلاش الوسوسة، عشان هذا الوسواس بيتعب معاك وبيعمل شك في دماغك، لأنه شافك في شك وفي غيرة وفي وسوسة، فبلاش تخلي الشيطان يسيطر عليك علشان الحسد شديد، فبلاش الوسوسة عشان ما تعملكش عراقيل في حياتك. شاف إن أنتم منتظرين مولود، في مولود ان شاء الله باذن الله تعالى، شاف انتظار مولود، في مولود ليلك قريب ان شاء الله. صل على الحبيب المصطفى، ان شاء الله ليلك المولود وهتكون فرحان ومبسوط وسعيد، لان شايف العيله ملمومه او الاهل ملمومين في ارض البيت او في ارض السكن او في ارض المنزل، ومبسوطين وسعداء بفرحه مولود جديد ان شاء الله. شايفك برضه انت مستني حاجات كثيره، مستني حاجات كثيرة إن شاء الله، حاجات كثيرة تحصل معاك بالفرحة وبالسعادة. شايف برضو هنا أنت بتحب حد، في حد بتحبه حب صادق، بتحب حب كبير، لأن شايف قلب كبير، شايف حب كبير، حب وراحة إن شاء الله. شايف إن أنت بتحب حد، شايف إن أنت أعطيله كل إهمامك أو اهتمامك أو الحب كله أعطهوله، إن شاء الله تدوم محبتكم بإذن الله تعالى إن شاء الله. بسم الله الكاشي، بس الحسد الشديد والعين حاول تخلص منه، حاول تخلص منه هذا العين، وانا اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف للعلاج العين والحسد والسحر ان شاء الله. بسم الله الكاشي، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. في هنا عتاب، بتعاتب حد حبيبك او بتعاتب زوجتك او بتعاتب زوجك، هذا في عتاب ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك، وفي رجوع صلح ما بينكم من بعد العتاب، هيكون في عتاب وهيكون فيها صلح هذا العتاب ان شاء الله باذن الله. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. في رجوع هنا للمطلقين، او حصل انفصال او حصل زعل، في رجوع ما بينكم،
في رجوع ان شاء الله، في رجوع باذن الله تعالى. وشوفي منكم برضو بخطوبه، او لان شايف خاتم قدامي فيها خطوبه او زواج، او ان شاء الله تكون ردوع للمتطلقين. ان شاء الله نشوف في فرحه جديده هتطرق بابكم، او زواج مره ثانيه والله اعلم. بسم الله كاش، ما تقلقش ما تقلقش، في راحة حلوة هتحصل معاك الأيام اللي جاية، فيها سعادة، فيها خير ليك، فيها اطمئنان لقلبك، هتسد منها ديون أو هتسد منها وتشتري منها أشياء، لأنها هتكون فرحان ومبسوط، وهتردع ليك الطاقة الإيجابية، وهتبدأ حياة جديدة للسبعد عن الطاقة السلبية، وإن شاء الله تفتح معاك كل الأبواب المغلقة اللي فيها الخير وفيها السعادة ليك. إن شاء الله دايلك ربح مال، فيه ربح مال كويس، ربح دخل كويس مال، فيها انفراجات مالية، فيها فرحة ليك إن شاء الله. هتخرج من هذا التعب النفسي ومن هذا الطاقات السلبية كلها، تخرج والفرحة قدامك، هتمشي في طريق إن شاء الله مستقيم، فيه راحة ليك وفيه سعادة ليك بإذن الله تعالى. هذه توقعات لبرج الجوزة. صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نشوف رسالتك بتقول لك إيه يا برج الجوزة. فضلا وليس أمرا ادعم الفيديو باللايك أحبابي في الله. شايف ديالك فرحة، ديالك فرحة كبيرة زي فرحة لقاء يعقوب بيوسف عليه السلام. ديالك فرحة كبيرة زي فرحة لقاء يعقوب بيوسف عليه السلام إن شاء الله يا برج الجوزة. وإن كنت بتعاني من السحر أو بتعاني من المس أو بتعاني من التعطيل أو بتعاني من أي حاجة، ده هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف لجميع الألادات، الحسد والسحر والمس والتعطيل بالقرآن إن شاء الله، كله في صندوق الوصف تحت الفيديو. اضغط على صندوق الوصف هتلاقي منزلكم كل اللينكات لجميع العلادات إن شاء الله، وربنا يشفيكم. وصلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم إن شاء الله. اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.